وللحديث عن أوضاع المدن المدمرة لا سيما مع الذكرى الأولى لفاجعة عبارة الموصل، معنا من فيينا الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا والسلام عليكم بالبداية وتحياتي عليكم للجميع. السلام. أهلا بكم. مع الذكرى الأولى لفاجعة عبارة الموصل، ما تزال المدينة تعاني من الإهمال ومن آثار الحروب. لماذا تركت الحكومة سكان الموصل والمدن المدمرة يواجهوا مصيرهم بهذه الطريقة؟ على الأسف أوضاع الشعب العراقي في الوقت الحاضر وفي الزمانات السابقة، يعني هاي قبل سنتين حصلت الحادثة في الموصل والانتهاكات التي تدور في المناطق الشمالية تقع بأيدي مجرمين وقتلة وعصابات جاءت بهم الاحتلال الأمريكي، وكانت يعني عملية تسليم العراق إلى الأيادي الإيرانية. حقيقة كل ما يحدث بالعراق وكل ما يدور في العراق هو موجه توجيه مباشر من الحكومة العمائم الموجودة في إيران. هذه الحكومة العراقية ليس لها أي حل. إحنا لحد الآن ليس عندنا من تنحي رئيس الوزراء عبد المهدي من رئاسة الوزراء، ولحد هذه اللحظة الحكومة يعني قاعد تدار من الميليشيات وموجهة هذه الميليشيات من إيران. مع الأسف لحد هذه اللحظة النزاعات التي تحدث والمشاكل التي تحدث في المناطق الشمالية هي مشكلة طائفية، صدقني يا أخي. نعم. هناك انتقام من هذه المجموعة الطائفة من الشعب العراقي، يجب أن ينتقمون من عندهم. الانتقام من عندهم هم الإيرانيين الذين ينتقمون، لأن الإيرانيين عندهم عداء للعرب والعروبة، عندهم عداء للإسلام، هم ليست بمسلمين بالصيغة الذي نعرفها من هو المسلم. هذول لا يتصفون بهذه، هذول يتصفون بولاية الفقيه. لو تقرأ وتعلم ما هي ولاية الفقيه لقلت ذولا بعيدين كل البعد عن الإسلام. أستاذ ضياء، بالنسبة لحادثة يعني مرور عام على إزهاق أكثر من 150 روح في نهر دجلة العام الماضي، هذه العبارة التي حملت أكثر من طاقتها الاستيعابية وحصل ما حصل آنذاك، لم يقدم أي من المسؤولين عن هذا الموضوع للمحاكمة أو المساءلة، هل يعني أو بماذا تفسر ذلك؟ كلهم مشاركين بهذه العملية. الذي شارك بهذه العملية هو الابتزاز المالي اللي كان يحصل. هي العبارة تأخذ يجوز 70 أو 50 واحد، خلوا بها 150 واحد، يعني بالتأكيد هي تغرق 100%، لأنه الأشخاص الذي متأمنين على أرواح الشعب العراقي يعبثون بأرواح الشعب العراقي، لا عندهم ثقة، جزء بسيط من إيمانهم بالإنسانية لا توجد عندهم، لا توجد لا عند السياسيين ولا عند التجار المكلفين من قبل السياسيين الموجودين في الحكومة العراقية. التجار المكلفين هم نفس المجاميع الذي أتت بهم هذه الحكومة. الحادث اللي حدث بالنجف يا أخي، من مسكوا ابن المحافظ يتاجر بالمخدرات وبعدين يطلع براءة ويباركوا له، ها، وهو ممسوك مسك يد من جهة من الأمن العراقي، من الشرطة العراقية. هذا أيضا حادث، لماذا لم يحكم هذا؟ لكون أبوه وزير، لكون أبوه العفو، لكون أبوه محافظ النجف. هذا الذي يحدث بالعراق، الذي يحدث بالعراق جرائم كبيرة. هل تعتقد أستاذ ضياء أن هناك تعمد حكومي للتعامل بهذه الطريقة مع المدن المدمرة؟ نعم، التعمد بهذه الطريقة متعمدين قصدا، هي من بداية الأحداث ولحد هذه اللحظة، يعني بالفلوجة والرمادي وهذه المناطق الشمالية وجرف الصخر. احنا نعرف جرف الصخر مناطق يعني هي تابعة للحلة، بس هي منطقة سنية. هذه المنطقة السنية دمرت بأكملها ولا يسمحون بالعودة لأهالي السكنة المنطقة اللي هم عندهم بيوت في هذه المنطقة، لا يسمح لهم بالعودة إلى سكنهم. إذن عملية انتقامية وليست العملية إجراءات
أمنية حسب ما هم يدعون. الإدعاءات اللي يدعوها كلها كاذبة والمخفي. هم عداءهم لهذه المجموعة، لهذه الشريحة من الشعب العراقي. أخي أنا من الديوانية وأعرف كيف أتكلم، وأعرف مع من أتكلم، وأعرف لأي شريحة من هذا المجتمع أتكلم. ذولا يكرهون العروبة والعرب، ليس لهم علاقة بالإسلام. هم يقولون شيعة أو جعفريين، هذا ليس لهم أمر لا بالشيعة ولا بالجعفريين الذين يقتلون الآن في ساحة التحرير وفي جنوب العراق ووسط العراق. هم شيعة وجعفريين. يعني هذه عملية مثل ذيك العملية، الانتقام من الشعب العراقي بهذه الصيغة. نعم. ينتقمون من من جهة أخرى، ومع أزمة كورونا الآن العالمية، الأمم المتحدة حذرت من تفشي الوباء بين النازحين. هل بمقدور السلطات الحكومية ضمان سلامة النازحين الذين يحتجزون في المخيمات؟ أخي، هي الحكومة العراقية عندها كل الإمكانية من ناحية مهنية، من ناحية عملية، من ناحية تكنولوجية. ممكن أن يوفرون كل الأشياء المتاحة للموجودين في المخيمات. المواد الغذائية لحد الآن لم تصل بصيغة نظامية إلى المخيمات. يعني هم أتوا للانتقام من هذه المجموعة. أغلب الموجودين بالمخيمات، لو تسألهم 90% من الموجودين بالمخيمات يريدون العودة إلى مناطقهم، لكن لا تسمح لهم الحكومة العراقية بالعودة. إذا العملية ليست بشكل أمني حسب ما هم يدعون، لا، هي العملية انتقامية ويريدون ينتقمون. المرض، الفيروس اللي موجود بالحال المتفشي بالعالم، وكل العالم قاعد تنبه من عده، والعراق والدولة العراقية لا تهتم بهذا الموضوع. يعني وزير الصحة يطلع يتحدث وكأنما يتحدث مع من تتحدث يا أخي؟ يعني هل معقول وكيل مدير صحة موجود في منطقة في بغداد ياخذ يجي علم وريحة وعطر يريد المصابين يداويهم بالعلم؟ نعم. يعني هل معقول هذا الشيء؟ هذا طبيب. أستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.